جاءوا من مسافات سحيقة للاستقرار هنا. حالهم ليس أفضل مما كان عليه في تلك الأماكن التي هربوا منها، لكنهم اختاروا الأمان الموجودة على هذه الأرض الواقعة على بعد مسافة قصيرة من العاصمة صنعاء. يعيش هؤلاء حالة عوز لا يستطيعون معها توفير احتياجاتهم البسيطة في كثير من الأحيان. أطفالهم فقط من يحاولون الانقطاع عن الواقع المفروض عليهم، يلعبون بما يتوفر في أيديهم، بينما يكبر البعض منهم قبل أوانهم، ينصرفون من اللعب إلى مساعدة أسرهم بما تيسر، مصحوبا بالكثير من الجهد. نازحون من مختلف مناطق الجمهورية، وجدوا هذه المخيمات ملاذا علها تحميهم من الصراع، لكنها لم تستطع حمايتهم من البرد والجوع وسوء المعيشة. المنظمات الدولية المناط بها تقديم المساعدات للواقعين تحت وطأة هذه الظروف متهمة بالتقصير تجاه النازحين المتضاعفة أعدادهم بشكل يومي. قليل منهم يعترفون بذلك، وهو ما عبر عنه مدير عمليات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حين قال مجيبا عن أسباب نقص التمويل اللازم لتقديم المساعدات الإنسانية والغذائية العاجلة: ما نشهده في العالم ليس نقصا في الأموال بل نقصا في الإنسانية. إنسانية لا تتوفر لليمنيين في الوقت الحالي، فقد اختار العالم إدارة ظهره لهم وترك هؤلاء يعيشون معاناتهم بوحدة بالغة بانتظار ما لا يصل.